السلام عليكم عصابة على الربح عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معانا النهارده موقع ممتاز تقدر تكسب منه بكذا طريقة انك تشوف فيديوهات تعدي روابط تضغط على مواقع وتشوف مواقع ويوفر وول وكمان في فوست فانا لما الموقع حبيت اشاركه معاكم بالنظام اللي الموقع ماشي بيه نروح للموقع بس انت لو مش مشترك ياريت تشترك في القناة الاول وتفعل خاصية الجرس عشان يصلك كل جديد نروح للموقع بعد الانترو ادي الموقع اهو يا شباب اسمه لايت جي بي تي الموقع ده انا عامل نظام احاله كويس جدا على كل احاله هتاخد نص سنت على طول يعني لو جبت مية احاله أه تاخد نص دولار الف احاله بخمسة دولار غير ان الموقع عامل مسابقه على الاحالات المركز الاول فيها هياخد خمسين دولار والتاني خمسه وعشرين والتالت عشره ويعني لحد دلوقتي المركز الاول جايب حوالي تلتمية واتناشر احاله مش كتير انت المسابقه دي هتخلص يوم واحد تمانيه في الموقع دهون هنشوف كل ده جوه في الموقع هنشوف بس كده الشكل بتاعه وازاي نقدر نكسب الموقع ده في الاول مكتوب ارنوي الطرق اللي هتربح بيها من الموقع ده هي اعلانات والفيديو والاوفر وول والشورت لينك والفوست ميزات الموقع الموقع فيه 8 طرق ربح مختلفة السحب فوري وحد ادنى للسحب بسيط دي احصائيات الموقع وده التيم لو انت عايز تشوف هنا عادي هندوز دلوقتي على كلمة ريجستير عشان نعمل حساب في الموقع تكتب اليوزر نيم بتاعك الايميل والباسورد تكرر الباسورد تاني كباتشة هنا بيقول لك اختار اللوك مثلا هنختار هنا القفل وهتعلم علامتين صح وادوس على هنروح دلوقتي للحساب بتاعنا لوج ان هنختار هنا الكباتشه دي انا مش عارف والله جاب كلمه غريبه كده هنجرب العدسه ماشي تمام هي عشان كان جايب جلاس بس انا مع العدسه هنا بيقول لك اهو قدامنا الحاله بيقول لك على كل ريفرال هتيجي هتاخد نص سنت لكل اكتف ريفر طبعا الاكتف ريفر دول اي واحد هيسجل هيكون متفاعل بس في الموقع يشوف له اعلانين او اي حاجه هننزل كده هنلاقي ان برضو في بونص يومي من الموقع تقدر تاخدها والكلام دون المهم دلوقتي هندوس على كلمه ارن عشان نشوف ازاي نقدر نكسب من الموقع هنشوف صح مصادر الحالات الاول لو دوسنا كده على الريفرال وعلى لا مش الدايركت ريفرال ثواني اهو انا اسف تحت هنلاقيها على الكونتست لو دوسنا كده عليها هيظهر لنا ادي الاولاني الحالات جايب تلتمية وتلاتاشر إحالة وهياخد خمسين دولار على المين بالانس وادي التاني جايب لحد دلوقتي ميتين تلاتة وسبعين وخمسين يعني أرقام إحالة مش كبيرة أوي هنشوف بقى إزاي طرق الربح من الموقع أول طريقة هي الضغط على الإعلانات هنا بتدوس على الإعلان مدته عشر ثواني وبتكسب المبلغ ده من الدولار اهو نستنى هنلاقيه بيعد معانا هتستنى عشر ثواني ونرجع احنا نرجع دلوقتي عشان وقت الفيديو او انا عايزين نعمل اعلان عادي جدا مفيش مشاكل هيظهر لنا دي هندوس على كلمة واتش هنلاقيه بيعد معانا تمانية سبعة ستة هنلاقي الصفحة اللي قبلها بتعد مكتوب فوق بس كده بيقولك اختار تي شيرت ادي اخترناه ودوسنا على كلمة زند بس كده خلاص بيقول لنا ان الفلوس وصلت لنا لو عملنا كده ريفرش ادي الرصيد زاد في الموقع لو نزلنا كده تاني في هنا الأوفرول، الأوفر وول هنا بسيطه جدا يعني انت عندك هنا بيقولك انت تشوف الموقع بس يعني اول واحده هنا شوف الموقع بس لمده 30 ثانيه تاخد 13 ساتوشي هنا في يعني بتكسب دولار وبتكسب البيتكوين وتقدر تحول ما بينهم عادي جدا وهنا اشوف في عشر ثواني وتاخد خمس ساتوشي وحاجات من كده كتير لو دوسنا برضو هنا في هنلاقي حاجات كتير في الاوفر وول تقدر تشوفها وفي برضو فيديوهات في الاوفر وول وعندنا بقى الفوسيت ندوس على كلمة فوسيت من هنا الفوسيت ده كل ساعة بس انا كنت لسه عامل كلايم على حسب الرقم هيجيلك من كام لو من صفر لتسعة تلاف تاخد المبلغ ده ولو جالك عشر تلاف مرة واحدة هتاخد واحد دولار انا عشان كنت لسه عامل دلوقتي يعني لاست كلايم انا جالي رقم اهو لاست رول تسعة تلاف تمنمية سبعة وتسعين فجالي جايزة يعني كويسة فانا لازم استنى ساعة تاني هندوس كده على شورت لينك عشان نشوف الشورت لينك انت بتحل الكباتشة وبس بس ولا اعلانات ولا حاجه رخمه ولا يعني زي باقي المواقع بتاعت الفوسي تمام لان كل رابط مختصر وانتو عارفين يعني بتعدوا رابط ازاي شرحناه في 100 فيديو انت كل اللي عليك هتدوس بس كده على العنوان هنا او على المبلغ هيحولك للرابط على طول او حولنا للرابط هنعديه واحنا عارفين بنعدي الروابط المختصره ازاي هنرجع دلوقتي للفيديو تاني دلوقتي عندنا طريقة تانية هي ترافيك اكسشينج بس دي ما تشتغلوش عليها عشان الرصيد اللي بيجي بيجي على حاجة اسمها الترافيك بالانس مش بيجي على المين ومش هنقدر نسحبه فمالوش لازمة هندوس كده على فيديو عشان نشوف ازاي نقدر نكسب الفيديوهات اه انت ليك برضو زي ما بتشوف الاعلان وبتاخد نص سنت في البي تي سي برضو كل فيديو عليه نص سنت بتدوس على الفيديو بتشوفه لمدة عشر ثواني الموضوع بسيط جدا هندوس على كلمة ماني دلوقتي عشان نشوف السحب هندوس على كلمة ويزدرو في ترانسفير هنا بتقدر تبدل ما بين المين والادفرتايز بس انت كده مش هتعلن فمش هيفرق معانا ناوي او هنا هتدوس على هتختار هنا انت عايز تسحب من المين ولا البي تي سي وهتحدد البنك اللي انت عايز تسحب عليه الباير وفي الفوسيت باي وفي الولد كريبتو اللي هي العملات الرقمية بتحدد والحد الأدنى نص دولار وبتدوس على هنا بس عشان مفيش اكونت فندوس على اديت اكونت وبتكتب الحساب بتاعك وبتدوس سيف اهو بتكتب الحساب بتاعك وبتدوس سيف موضوع بسيط جدا وبعد كده بتدوس على كلمة وزدرو يعني لو رجعنا هنا تاني طب بعد ما بتضيف الاكونت بيبقى ظاهر بدل كلمة اديت اكونت دي كده بتكتب الكمية وتدوس على وزدرو بس كده وفي الابجريد في الموقع بس ما انصحش بيه يعني اللي عايز يخش يقراه انت ممكن تعمله من الرسائل الاساسي هو مش غالي عموما في الاكتف يوزر ده بتاخد شهر كامل ب 15 سنت فانت برضو شوف الحوار ده وانا عايز تعمل ابجريد عادي مش عايز براحتك وبكده نكون خلصنا شرح النهارده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته